سيادتك هذا إيه؟ الكلام لكن مولانا ده مسلم بيه. نقول ايه بقى يا مولانا؟ هذه المعلومات مسلم. انا هسمع من حضرتك. نقول ايه بقى؟ نقول العلماء الاجلاء فسروا كلمه كفر اللي احنا عاوزين نقولها على داعش، كفر يخرج من المله. نعم نعم يخرج من يخرج من المله. نعم يخرج من المله. يبقى هل دي بيستوي لما نقول لاحد الناس، هل بيستوي مع الانسان اللي غير مسلم لا هو صلى وصام وادى واقام الجمع والجماعات، والتاني غير مسلم بيعتنق اي ديانه بوذيه مسيحيه يهوديه، هل انت بتنزله نفس المنزله؟ طب انا اسال حضرتك سؤال بقى، اسال حضرتك سؤال. اتفضل. عندنا واحد دلوقتي بيوحد بربنا وقال الشهادتين وبيصلي وبيصوم وبيرتكب جرائم يعني ضد الانسانيه كلها، اتفقنا. وواحد تاني مش مسلم بيعتنق البوذيه، ايوه، بس تصرفاته بي بيصنع دواء، بيراعي حقوق الناس، بيشوف الفقير وبيشتغل عشان بيساعده، فانا اكفر ده وما اكفرش ده؟ لا، في فرق بين حاجتين، بين معتنق دين. انا ما اقدرش اقول على البوذي او المسيحي او اليهودي المعتنق دين اقول عليه ان هو دي مش دينه اليهوديه، بقول انا يهودي انا مسيحي خلاص هو بدينه كده، وهكذا المسلم. انت بتقارن مقارنه فظيعه، ان انا اقول دي مسلم او لا يزيد الامر في رد الاعتداء. خلي بالك النقطه المهمه بقى، والانتقام من داعش وحرب داعش وقتل داعش كقصاص كتنظيم ارهابي كتنظيم اجرامي زي حموزه وبزه اللي بيطلع بالليل يضرب واحد قاعد في البيت ويموته عشان ياخد منه فلوسه، هو بيستوي زيه بالظبط، بس ده خد لباس او لبس تاج او خد رداء الجريمه، وده كخد رداء الدين. الاعتداء على الانسان او الاتيان باي شيء يخالف منهج الله في الارض لابد من رد الاعتداء. طب يعني انت عاوز بقى، او اللي بيسال او مش شخصك الكريم طبعا، انت عاوز تاخد قول ام بالفعل؟ الاثنين مختلفين، لكن يخرجك حاجه واحده معلومات تضيع حاجه من الاثنين. الايمان اسمحلي. الايمان قلت لك ايه الائمه قالوا فيهم ايه؟ قال الايمان شعبه والكفر له شعبه. طيب. يبقى تدي واحده من اثنين. طيب. قالوا ايه بقى؟ قالوا الكفر المخرج من المله انكار صفات الله، انكار الجنه والنار، واحد يقول ما فيش ربنا ما فيش اله، دي اللي هو دخل الاسلام، اللي دخل، احنا بنتكلم على اللي دخل الاسلام، لكن اللي طلع من الاسلام او مش مسلم دي قضيته، هو حر، هو يقول انا هعبد الشجره، هعبد الجاموسه، هعبد البقره، دي حريه، لكن انا بتكلم في نقطه واحده، انت دخلت الاسلام؟ ايوه، ضوابط الاسلام اهي، عشان تبقى مسلم ومؤمن ضوابطه 1 2 3 4، انت مش عاوز حريه براحتك خالص، انت دخلت الاسلام وانتهكت حدود من حدود الاسلام، او اتيت بفعل من افعال المنافيه للاسلام، نحطك على ميزان الاسلام بقى. نقول لك ايه؟ انت بتقول لي لا اله الا الله محمد رسول الله، قول ايوه، وبتشهد الشهادتين ايوه، وانا مقر ان الاسلام دي دين ايوه، بس ما صليتش عمري. خلي بالك من القضيه المهمه جدا دي بقى، ولا حصلي كمان، لكن بقول لا اله الا الله محمد رسول الله زي ناس كتير قوي. بيقول لك بيقتل يا مولانا، يا مولانا ده كلام اكاديمي يا فضيله الشيخ، يا فضيله الشيخ، قضيه القول والفعل ده اللي مضيع الدنيا دلوقتي يا شيخ. ده كلام يا فندم، انا راجل درس العقيده، انا راجل درس عقيده، كل الكلام ده مسلم بيه وانا عارفه. اسمح لي ارد حضرتك. اسمح لي، سيدنا ابو بكر الصديق قاتل مانعي الزكاة في حروب الردة، لكن قاتل مانعي الزكاة، ولما سيدنا عمر قال له انهم يشهدون لا اله الا الله، قال لازم بحقها، ومن حقها لازم يدفعوا الزكاة. وبعدين القرآن يقول في الصلاة انما ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والحديث من لم تنهوا صلاته عن فعل السوء فلا صلاة له، الحديث القدسي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري ورحم الأرملة ورحم الشيخ الكبير ورحم المسكين وابن السبيل ورحم المصاب، ذلكم أكلأه بعزتي وأستحفظه ملائكتي وأجعل له نورا بين الخلائق يوم القيامة أضوء من الشمس وأنور من البدر. معايا حضرتك؟ الصيام، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ولا رب قائم ليس له من قيامه. الإسلام قول وفعل وليس قول فقط. هذا الذي يحدث يسيء للإسلام، وعمل رد فعل في الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل رد فعل في فرنسا، وأضر بالمسلمين. كلام الأكاديمي ده نركنه على جنب، ويكون لنا رأي حاسم. عدم الرأي الحاسم في القضايا بلبل الناس. أنا راجل عضو لجنة فتوى
لحد 2005 عضو لجنة الفتوى العليا في الأزهر وذلك ثابت رسميا. الفتوى المفتي يكون دارس وممارس. دارس دي دراسة أكاديمية، ممارس أكون وإن الدين لواقع، أطبق الدين على الواقع، أفهم النص، أفهم النص فهم جيد، وبعدين أطبقه على العصر بتاعي، أطبقه على الواقع. إحنا ناس في الوعظ والإرشاد، والدكتور كريمة كل ما يطلع يتناول الوعاظ بالإسقاط، إحنا ناس في الوعظ، وأنا أتحدى بقى أي حد يتناول الوعظ بإسقاط يجي يقعد معايا وأنا نظر. إحنا ناس في طفنا في المساجد 40 سنة في المساجد، خبرنا الناس، خبرنا القضايا. هذا الكلام كلام أكاديمي. الكفر كفر دون كفر، والفسق فسق دون فسق، والظلم إن الشرك لظلم عظيم، وأنا لو كده يعني بهت في وجهك ولما ابتسم ظلمتك. دي كل الكلام ده كلام أكاديمي وعارفينه وقتل بحثا. إحنا عايزين رأي حاسم، عايزين نريح الناس. إيه ده أنت؟ العراق والكويت دول دولتين، دولتين في تنظيم دولي. من داعش دي؟ داعش إيه دي؟ ده حتى الاسم منفر، ده ملوش حتى إيقاع موسيقي ولا جرس موسيقي، زي كلمة مسلم، زي كلمة إسلام، تسليم الوجه لله. هذه إساءة. إحنا نعرف الديانة اليهودية، يهود، اليهود يعني إيه؟ هادوا أي رجعوا إلى الله، تابوا وباءوا إلى الله. مسيحية، المسيح عليه السلام مسح الأرض ودعوة وزهد. الإسلام تسليم الوجه لله رب العالمين. إنما تقدر تقول لي داعش دي يعني إيه؟ أنا أقدم سيدنا محمد للبشرية بكلمة داعش؟ دي كلمة منفرة، كلمة قبيحة، كلمة قميئة. ازاي؟ ازاي؟ ولا قتل الكافر حتى تقتلوا ليه؟ لكم دينكم ولا دين، لا إكراها في الدين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هو ربنا عز وجل خلق هو الشيطان طلع جهله من إيه؟ إنه ما عرفش إن ربنا خلقه رسول للشر، فيه رسول للخير. طيب وفيه يعني رسول للشر. لازم الليل والنهار والغنى والفقر. اللي انت بتقوله دلوقتي انه المؤمن هو المؤمن قولا وفعلا. طبعا لازم الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لازم يصدقه العمل. ده الصلاة اللي بتصلى دي وما فيهاش خشوع وما فيهاش ترجمة للواقع بره في الشارع، انا صليتها في الجامع، لازم تترجم في الشارع انها تنهاني عن الفحشاء والمنكر. طب عايز اسالك سؤال تاني. تفضل. عايز اسالك سؤال تاني. تفضل. دلوقتي انا الاول بعتذر لمولانا الشيخ ان انا عشان السكر عندي فمعلي ضغط شوي. لا مولانا الشيخ فضل عباده من العلماء العاملين العارفين، ولكن احنا عندنا قسم تاني في العلماء اللي هم على المعاش، شوف بقى من 60 وطالع، عندنا بعض الوعاظ سنه 106 سنة 106 سنة وعاظ، يعني هو بيبدأ رحلته العلمية بعد الخروج على المعاش، بيكون بقى اكتسب خبرة علمية واكتسب خبرة واقعية وتجارب.